مشاهدينا أهلا بكم مرة جديدة في حقيبة الجوحة. نستعرض في هذه الحلقة عدة مواضيع أهمها السواح الروس. طبعا هناك السواح الروس تقريبا في السنة هناك أكثر من 12 مليون رحلة في السنة. أين ستكون الرحلات العام المقبل بعد هذه العقوبات أو في هذه المرحلة؟ أيضا كانت هناك علاقة قوية بين أوكرانيا وروسيا. هناك كان حوالي 8 ملايين أوكراني سائح يزورون روسيا. كمان هون في فجوة كبيرة جدا. من سنتناول قطاع سياحة بالتفصيل، ولكن أيضا هناك وقفة مع في هذه الأثناء العصيبة كيف تتحرك الأسواق، هل هناك هجوم على الملاذات الأمنة؟ سنستعرض الفرنك السويسري، الين الياباني، الأسهم الدفاعية أيضا، ولكن سأبدأ مع السواح الروس. طيب حأبدأ أول شيء بالسياحة. بداية يعني مثل ما معروف أنه السياحة ستفقد السواح الروس بسبب ما يحصل، لكن إذا سنأخذ الأرقام السياحة الروسية من الداخل والروس عندما يذهبون إلى الخارج ماذا كان يحصل؟ بداية خليني أدخل إلى روسيا نفسها. عدد السواح الأجانب كان ارتفع بالسنوات الأخيرة بشكل كبير جدا إلى ما قبل كورونا. يعني حنشاهد الأرقام، كان عندنا عام 2015 كان البيك أو أعلى مستوى على الإطلاق، إنه وصلنا تقريبا عند 27 مليون سائح زاروا روسيا. عام 2019 قبل كورونا كمان الرقم كان عالي جدا، نتكلم عن 25 مليون. طبعا أتى كورونا وال 2020 وبالشهر 2 و3 صار في إقفال، وأقفلت أول شيء حدود روسيا مع الصين، ثم أيضا صار في الإقفال بالعالم. طبعا هبطوا السواح من 25 مليون إلى 8 ملايين ونص، لكن الأكثر قبل ما أبدأ الأوكرانيين هني أكثر سواح موجودين بروسيا دائما، والصينيون الصينيون لاعبين كبار، وكمان في كازاخستان والمناطق القريبة. لكن سأذهب الآن إلى موسكو بالتحديد. طبعا موسكو ليست هي أجمل مدينة، أجمل مدينة هي سانت بيترسبورغ ومعروفة الشيء، وهي يعني قصورها وعن الإرميتاج المتحف المهم جدا، وتعتبر دائما سانت بيترسبورغ عاصمة القياصرة هي أجمل مدينة في روسيا. موسكو هي العاصمة، لكن كم كانت الزوار؟ طبعا بالنسبة إلى كورونا، فترة كورونا كان في هناك فقط 800 ألف سائح أجنبي، لكن كانت الحركة الداخلية بسبب عدم السفر، وبالتالي كان في هناك سياحة داخلية، كان في تقريبا 13 مليون رحلة داخلية دوماستيك عم نتكلم، أو 13 مليون سائح دخلوا إلى موسكو، بالتالي عوضوا من السواح الأجانب. باختصار موسكو قبل كورونا كان زار 5.8 مليون تقريبا 6 ملايين، نحن كنا عم نتكلم ب 25 مليون بال 2019 لكل روسيا، 6 ملايين طبعا 19 مليون كل روسيا، 6 ملايين موسكو، 25 مليون روسيا كلها. هيدي كان بدون موسكو 19، مع موسكو بصيروا 25 مليون. تقريبا استعرضنا الارقام، خلينا ندخل اكثر واكثر بالسياحه بعد ستينك. أتابع مع السياحة الداخلية بالتفصيل من كان يزور، ما هي الجنسيات الأكثر زيارة لروسيا. طبعا نتكلم سياحة خارجية داخل تدخل إلى روسيا، نتكلم عن 2019 لأنه هي السنة الطبيعية قبل كورونا، تغيرت الأرقام فيما بعد وكانت نوعا ما تقترب من أعلى مستوى تاريخي 25 مليون سائح. لكن الصدارة هنا المفارقة عندنا طبعا نسبة للعلاقات الكبيرة جدا والمهمة جدا بين أوكرانيا وروسيا، نتكلم هون عن تقريبا 8 ملايين أوكراني، 7.7 كانوا هن بالصدارة وبعاد كتير كتير عن الكازاخستان. يعني كازاخستان 3.5 تقريبا أكثر من الضعف بكثير، هنتكلم عن 3 ملايين ونص كازاخستاني، 7.7 مليون أوكراني. الصينيون تقريبا 2 مليون كانوا عم بيزوروا روسيا. طبعا غير أنه العدد بعده قليل لأنه العلاقة المهمة جدا والحدود بين روسيا والصين والعلاقة القوية جدا خصوصا بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي وعلاقة التجارة، كنا نتكلم احنا اكثر من 100 مليار وتبادل واكثر من ذلك، بعده العدد السواح المليونين هم بالتفصيل اذا اردنا ان نتكلم، في بعضهم للدراسة، في بعض للبزنس للتجارة، وفي السواح مش المليون وتسعة سواح، تقريبا في 70% هن سواح والبقية هن اما دراسة
أو للعمل. خلينا إذا بالتفصيل إلى الصينيين، في نعم بعض من أكيد في تطور كبير جدا. نحن نتكلم هون عن 2019 مليونين صيني، رجعت بال 2020 لاحظوا الهبوط الدراماتيكي. نعم، لماذا؟ لأن تم إقفال الحدود فورا وقت اندلاع كورونا، وبالتالي تقريبا ما كان في سواح، كان في 82,000 يمكن هول اللي عم بيتابعوا دراساتهم أو أي شيء. وبال 2019 لكن الصيني كان ينفق، كان المعدل للإنفاق أقل من $500 لكل صيني بالرحلة الواحدة، نتكلم عن $460 للصيني الانفاق بالرحلة الواحدة. أصلا الصينيون عم يشاهدون وين ما كان بكل العالم، كان بفترة السياحة قبل كورونا بتشوف بسهولة وين ما كان بتلاقي السائح الصيني موجود، من مونتينيغرو إلى فنلندا إلى الإكوادور، مرونا طبعا بالولايات المتحدة، وين ما كان بتلاقي الصينيون حتى بالمدن الغير معروفة والقرى أيضا. إذن أعود إلى الصينيون، نشاهد $460 طبعا في الرحلة الواحدة، مليونين صيني كنا نحن عم نتكلم. الآن سأذهب إلى تأثير هذا القطاع على روسيا بالتحديد والمساهمة. عادة بيكون بالنسبة إلى الدول عم نشوف الأكسس هي عم تكون تقريبا النسبة 10% بالنسبة إلى الدول السياحية، مثلا دول سياحية تعتبر مثل إيطاليا إسبانيا فرنسا. طبعا فرنسا معروفة جدا، هي البلد الأكثر زيارة في العالم وبعيدة جدا، فرنسا هي الدولة الأولى متصدرة بعدد الرحلات. لكن المساهمة بالنسبة إلى الدول الأخرى مهمة مثل إسبانيا إيطاليا مصر، كمان بنشهد أنه في 10% من الجي دي بي هو بيأتي من السياحة. بروسيا ليس الوضع هو 10%، وصل تقريبا إلى 5% بعز الصعود. أعود إلى القطاع، في كتير عم تشاهد وظائف، نتكلم تقريبا 4 ملايين وظيفة، 62 مليون رحلة داخلية عم بتكون. لاحظوا هون الدوميستيك فلايت، شاهدنا أنه كان في تقريبا 12 مليون رحلة داخلية إلى موسكو، عم نتكلم 62 مليون رحلة بقلب روسيا، روسيا 17 مليون كيلومتر تقريبا. وأيضا سوق السياحة الداخلية تم انفاق حوالي $40 مليار بال 2019. لماذا 2019؟ لأنه هو الرقم يعني الأقرب إلى الطبيعي. طبعا كل الأرقام حتخسرهم روسيا، كل هالتبادل عم بيكون. وأيضا شفنا أنه في الكثير من الروس كانوا علقانين بجزر، والفيزا والماستر ما عم تشتغل معهم وقتها. خلينا نذهب الآن إلى بعض الأرقام الأخرى. مشاهدينا، أعود إلى السياحة والاقتصاد الروسي. طبعا بال 2019 نحن تكلمنا عن 5%، وأيضا تكلمنا عن تقريبا حجم القطاع وقتها وقبل انهيار الروبل. طبعا اليوم الروبل كنا عم نتكلم عن أرقام 70 مع الدولار، الآن شاهدتوه 130 140 120 وبالتالي 110. عم شاهد اليوم كان وقتها بال 2019 1.5 تريليون تقريبا روبل، 1.6 تريليون روبل بأيام على معدل صرف 70 تقريبا. 12 مليون سائح روسي أو 12 مليون نتكلم رحلة حول العالم الروس عم بيقوموا عليها. طبعا هناك في هجوم لاستقطاب الروس من كافة أنحاء العالم، كانت مصر تلعب دور كبير جدا باستقطاب الروس. طبعا هنتكلم عن الغردقة الشرم بشكل خاص، وأيضا بيكون في من السهولة يعني هناك تلاقي على طول المنتجعات والقرى السياحية ممتلئة بالسواح الروس. أيضا وقت بعدين رجعوا ذهبوا بعض الشيء إلى تونس وأنعشوا أيضا تونس، لكن الرقم تقريبا أيضا إلى الإمارات موجودين بقوة، مشاهد سواح روس. وأيضا في تركيا إن كان مثلا بكمير أو أنطاليا وأيضا مرمريس، كل هذه المدن السواح الروس عندهم رقم واحد بالرحلات. الهدف 70% هي الشواطئ، يعني أي السواح الروس بفضلوا وبيهربوا من البرد وبيذهبوا فورا إلى طبعا الخارج. بالنسبة إلى سياحة الشواطئ عم نشاهد الورقة الثانية هون، مثل ما قلنا بالنسبة إلى الروس 68% منهم بيتعاملوا مع الشركات السياحة والشواطئ تحت في المرتبة. نادرا ما بتلاقي على طول منظمة بالنسبة لإلهم. شركات السياحة مش مثل أي بلدان أخرى، هن كتير مندمجين بشركات السياحة، هي بتنظم 70% بيكونوا شركات السياحة هي بتنظم. تقريبا هنا ينتهي هذا الملف بالنسبة إلى الروس وحجم. حنشاهد يعني هذه الفجوة كيف سيكون، يعني مين يغطيها، خصوصا أنه الآن
بالنسبة إلى الفيزا والماستر هيدي ما في مهرب منها. بالنسبة للتعامل كيف حتكون خريطة السياحة الروسية في المرحلة المقبلة، هذا كان ملف عن السياحة الروسية. سأذهب الآن إلى خبر آخر، هو عن احتياطيات روسيا اللي كانت 640 مليار 630 مليار دولار، هناك 300 مليار ما فيهم يتصرفوا فيها، موجودة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا حنشاهد ماذا تبقى منها. مشاهدين، الاحتياطيات الروسية كانت يعني الكل رصد كيف تتوزع هذه الاحتياطيات. كانت صار هناك تغيير كبير في السنوات الأخيرة وتخارج وهروب من الدولار، لكن ذلك لم ينفع لأنه أصلا نصف الاحتياطيات محجوزة. كان في خوف أنه بالنسبة للسندات الأمريكية ما نفع شيء، يعني خرجت روسيا من 100 مليار دولار سندات أمريكية وذهبت إلى الذهب، وذهبت أيضا أكثر إلى اليورو، لكن ذلك لم ينفع. خلينا نذهب بالتفصيل إلى هذه الاحتياطيات. 630 مليار أين هي؟ 30% يورو، 32%. الذهب هو رقم 2، كان في السابق الدولار هو رقم 2، أصبح رقم 3. الذهب تقريبا 21%، في سيطرة عليه للذهب بسهولة. اليوان طبعا هون لأنه دولة حليفة موجودة 13% بالعملة اليوان، وأيضا عملات أخرى عم نشاهد هون 16.5%. إذا اليورو هو رقم 1، الذهب رقم 2، الدولار اليوان، وعم نشاهد هذا هو الترتيب. خلينا نذهب أين تتوزع هذه الاحتياطيات. في 21% موجودة بروسيا، هي ما فيها مشكلة عليها لأنه التصرف معها سهل جدا. أيضا مع الحليفة الصين 14% كمان ما في مشكل. لكن المشكل أين؟ فرنسا، ألمانيا، النمسا، ربع الاحتياطيات تشكل وعد، خصوصا أيضا بفرنسا، لكن ربع الاحتياطيات هولي خلص حجزوا. اليابان كمان هون، اليابان أكثر وأكثر هي متضامنة بقوة، ونشاهد المواقف أكثر هون 10%. الولايات المتحدة فقط 6.6%. في السابق شاهدنا أنه هذه 6.6% كانت مرتفعة بسبب 100 مليار دولار السندات، صار في استبدال أكثر إلى الذهب ويورو، وبالتالي هون نوعا ما خف تأثيره. إذا عندنا الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، ألمانيا، النمسا، الاتحاد الأوروبي، وأيضا دول أخرى هي أيضا هون مسيطرة على الاحتياطيات. يعني كمان هون بالنسبة لا تكفي هذه الاحتياطيات لمجابهة العقوبات، نتكلم فقط الآن عن 300 مليار، 300 مليار لا تستطيع أن تتحرك بقوة مع العقوبات ومع أيضا التحركات اللي عم بتصير والتداعيات من كل ذلك. مشاهدينا، سنأخذ فاصل ثم نعود إلى الفقرة الثانية من حق الأرجو. مشاهدينا، أهلا بكم مرة جديدة في الفقرة الثانية من حقيبة جو. طبعا دائما ما يتردد أنه كم هو سعر أونصة الذهب بالنسبة إلى المناجم، كم هي يجب أن تكون هذه طبعا الأسعار لكي يكون المنجم على الأقل أنه ما يكون في أي مشكلة بالنسبة إلى الإنتاج. طبعا نحن نتكلم أنه أوقات عجز الدول بالنسبة إلى الميزانية سعر البرميل. هلا عم نتكلم للمناجم الذهب، بالنسبة إلى المناجم متى بتكون أنه هي في مجال الربحية. طيب البعض يقول 1200 دولار، هذا خطأ، كان في السابق قبل 10 سنوات 1200 دولار صراحة بأستراليا الكثير من المناجم. ولكن إذا بسهولة ندخل على المناجم وبتشوف قديش صار في يعني شركات المناجم ذهب ستستفيد من هذه الأسعار أم لا. إذا بندخل مثل ما قلت على المناجم، مثلا خليني أدخل باريك جولد، وبدخل على باريكجولد.com، وقبل ما يعني يصير هيك بتطلع منلاقي انه مثلا انتج خلال السنه 6 ملايين أونصة مثلا، وبحط وبيدخل بكل منجم قديش كان معدل الانتاج اللي اخذه من الارض،
وبيكتب آخر شيء أنه كل السنة المعدل كان مثلا 700 دولار، ممكن يكون ما كان يعني بأمكنة أخرى ممكن يكون 900 دولار، 1000 دولار، 1500 دولار، طبعا حسب الموقع الجغرافي والمشاكل اللي بتصير. في مشاكل بالطاقة، في مشاكل من البيئة والمنظمات الخضر اللي بتحارب كل أصلا أكثر وأكثر، وأيضا يكون في مشاكل بالنسبة إلى المنجم كنضوب، يعني يكون في مناجم خلص انتهت تقريبا نشفت أنه تتجيب. خلينا نذهب إلى بعض هذه المشاكل. سعر أونصة الذهب المناسب للمناجم يختلف مثل ما أنا حسب الظروف والمواقع الجغرافية. هذه كتير مهمة لأنه إذا كان صعب الموقع أو أيضا مواقع بتتطلب نوع أنواع من التربة وغير ذلك، أسعار الطاقة تدخل بشكل كبير جدا في تكلفة سعر أونصة الذهب المستخرج. رواتب العمال والمشاكل، وشاهدنا أيضا أحيانا بيصير في مثلا خليني أقول شاهدنا أوقات بيعلو العمال 5 أشهر بالمناجم ما بيقدروا يخرجون، المشاكل كبيرة كانت بتشيلي وغيرها دول، طبعا في دول مشهورة جدا يعني هالمواقع مثل تشيلي اندونيسيا وكل الدول الآسيوية. ولكن الرقم واحد عالميا باستخراج الذهب كان في السابق قبل ما تصير الصين كان جنوب أفريقيا، وبالسبعينات والثمانينات كانت هي رقم واحد، لكن الحقول هناك صار في نضوب فيها. طبعا هناك عوامل عدة أخرى تأتي في تكلفة السعر. الآن سأذهب إلى سعر أونصة الذهب المناسب. مثل ما تكلمت ببداية الفقرة بلنا 1200 دولار تختلف، لكن يوجد كمعدل إذا بناخذ الشركات الكبرى بنشوف أنه في 700 دولار بسهولة، وفي أقل يعني في 570 و600، لكن 700 دولار كلفة الاستخراج هي كانت في السابق عادي جدا. الآن نحن بال2000 كتير مهم هنا بالنسبة إلى استخراج المناجم، يعني تحت 700 دولار كانت تخسر في السابق، وبالتالي لم نشاهد كثيرا كسر 700 دولار إلا بالأزمة العالمية عندما انهار الذهب من 1100 إلى 680-670، كسر 700. عدا ذلك لم نشاهد ذلك. الآن خلينا نذهب إلى أكبر مناجم الذهب إنتاجها. طبعا نيومونت بال2020 مين أنتج أكثر شيء؟ باريك جولد مشهور جدا الكندي، طبعا حوالي أقل من 5 مليون أونصة، ولكن نيومونت تقريبا 6 ملايين أونصة. أنجلو أشانتي مشهور جدا هنا 3 ملايين أونصة، والروسي بوليوس اللي هو 2.7 مليون أونصة. هذه أهم والمناجم وأكبرها على الإطلاق. طبعا هناك المناجم، هناك الشركات التي تدير المناجم، وأيضا هناك خليني أقول الشركات الأخرى ممكن مثلا مثل روسيا فيها ثروات متعددة، لكن هي ليست الأولى في الاستخراج. عندنا الصين وعندنا الروس وعندنا الأستراليين، ويعني قلت أنه جنوب أفريقيا تدحرجت في ال20 سنة الأخيرة بشكل كبير جدا. خلص هذا الخبر، أنتقل إلى الخبر الثاني. دائما وقت الأزمات نسمع بالملذات، وإذا تكلمنا عن الملذات من الطبيعي أنه أتكلم بقولونا فورا الفرنك السويسري والين الياباني. لماذا بين هذه العملات؟ بماذا يتميز الفرنك السويسري؟ خلينا نبدأ بالفرنك السويسري. طبعا سويسرا مثل ما بتعرفوا هي من أغنى الدول في العالم. كيف أعرف من أغنى الدول العالم؟ على صعيد الفرد، يعني كالشخص السويسري والسويسرا بفضل الدولة محايدة تقريبا، تتميز بالحيادية ولديها أيضا جهاز مصرفي عريق. طبعا سويسرا إذا نتكلم ناتج المحلي الإجمالي للفرد يبلغ أقل من 100,000 دولار، لاحظوا الرقم الكبير جدا، نتكلم عن 90,000 دولار، وبالتالي هي من أغنى الدول في العالم. طبعا سويسرا سيستم بانكينج سيستم قوي، جهاز مصرفي قوي، سرية كان فيه مصرفية، والساعات والشوكولات هو أهم شيء. طبعا جمال البلد والسياحة وقوة الفرنك السويسري وأيضا الكلفة، أي واحد بيذهب إلى سويسرا طبعا سياحة غالية جدا، إن كان الفندق إن كان الأكل أيضا،
وبالتالي لكن نتكلم السياحة والمناظر الطبيعة وكل شيء هناك نشاهد أنه كمان مكلف. خلينا نذهب إلى الموضوع فرانك سويسري. بيصير في هجوم على الفرانك السويسري وشاهدنا ذلك طلب كبير خلال أزمة 2011. ب 2011 حصل هناك من بعد الأزمة العالمية حصل هناك أزمة تقريبا مرحلية بأوروبا اسمها أزمة الديون السيادية، وانضررت فيها إسبانيا إيطاليا إيرلندا والبرتغال. هذه الدول إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإيرلندا، هذه الدول تضررت، واليونان طبعا تضررت هذه الدول من السندات وكل شيء بأزمة منطقة اليورو وكل ذلك. الفرنك السويسري في هذه الفترة كان هناك هجوم كبير عليه، لكن الفرنك في الأسواق لا يستطيع تحمل هذا الإقبال الكبير على الفرنك السويسري. وسويسرا أيضا لما ربطت الفرنك مع اليورو طبعا، ليش؟ لأنه بتعرفوا أنه يعني سويسرا مع منطقة اليورو هي أكبر شريك إلى التبادل وكل شيء، وبالتالي هذا الربط ربطته ليتوقف نوعا ما المضاربات الكبيرة على الفرنك. لكن بال 2015 بعد 4 سنوات تم فك الربط فجأة بمؤتمر صحافي من رئيس البنك السويسري، وصار في هناك انهيار لليورو والدولار أمام الفرنك السويسري في جلستين، تكلم ب40%، الفرنك صعد بقوة وانفك ال21 اللي هو الرابط بين الفرنك واليورو، وذهب هناك تقريبا إلى منطقة قريبة من التعادل. وبالتالي الفرنك السويسري وقت الأزمات يكون هناك هجوم عليه ونوع من الأدوات اللي بيتداولوا فيه وقت الأزمة. خلينا نذهب الآن إلى الين الياباني. أذهب الآن إلى الين الياباني. طبعاً أيضاً الين الياباني بدون أي هوني أكيد جداً الكل بيعرف إنه بيصير فيه هجوم على هذا الين الياباني. إذا أخذنا العملات الأكثر تداولا في العالم، يحتل الين المركز الثالث عالميا بعد الدولار وبعد اليورو، يأتي الين الياباني كالأكثر تداولا. طبعا كمان بتشاهدوا بعض الأرقام وبعض البيانات وبعض أيضا الإحصائيات بتأتي من بنك الدولي للتسويات، كمان بتشاهدوا كل شيء فيه. طيب بذهب إلى اليابان. أول شيء اليابان دولة مسطرة، مشان هيك اليابان بتراقب مزبوط هي وسويسرا معدل سعر الصرف. لماذا؟ لأنه دولة مصدرة، مثل وقت كان يرتفع الفرنك بقوة كانت الشركات تصرخ والبنك المركزي السويسري يدخل ويبيع الفرنك مقابل كل الأزواج العملات في الأزواج كافة، وبالتالي بيهدئ من الفرنك. نفس الشيء بنك اليابان كان يدخل يعني بشكل فوري وبشكل فوري في أسواق الفوركس أو أسواق العملات، ويعلن قبل مثلا 3 أيام أنه هو حيتدخل ويكون صادقا دائما. أول شيء ليسهل دخوله، ثاني شيء لما يتأذى التجار أيضا ويتدخل، وتشوف أنه الين يتراجع 300-400 نقطة بسهولة أمام الدولار وأمام اليورو. يعني منشاهد أنه دولار ين باوند ين كمان أو يورو ين منشاهدهم 400 نقطة 500 نقطة. هذا كان في السابق، حصل ذلك وقت فوكوشيما، حصل ذلك أيضا وقت كان يرتفع بقوة الين. اليوم مرتاح كتير بنك اليابان، عم نشاهده بال 115-117 دولار مع الين، يعني كل دولار 117 ين. في السابق لا، لما وصل وقت فوكوشيما وصل على 75، نحن اليوم 115، وكان على 77 يتدخل بنك اليابان، 82 يتدخل بنك اليابان، حتى كمان يتدخل على 80-98. اليوم مرتاح كتير بنك اليابان، يتراجع الين ويصعد الدولار، طبعا بسبب كمان السياسة كانت بين الدولار والين، ومنشهد هذا التباين الكبير جدا على الزوج. مثل ما قلت كان تدخل في أسواق عند ارتفاع الين. برجع إلى الين. اقتصاد اليابان هو ثالث اقتصاد في العالم. طبعا اليابان كان شهدت في السنوات الأخيرة نوع من التراجع لمصلحة الصين، جمد اقتصاد اليابان على مدى 30 سنة، سموها الثلاثين سنة الضائعة التي ضاعت على اليابان بسبب انفجار فقاعة الأصول العقار والأسهم مع بعضهم. طيب هلأ الآن بعده الناتج المحلي الإجمالي لليابان ما عم يتحرك، 4.8-4.9 تريليون من 30 سنة ونحن عن نفس الرقم تقريبا. الصين كانت أقل من مليار، صارت أقل من نتكلم عفوا أقل من تريليون، صرنا بعدين 15
تريليون دولار. هذا هو الفرق اللي حصل بين الصين واليابان. الآن اليابان أيضا دائما ما يصير فيه هجوم على الين الياباني. أول شيء اليابان دولة دائنة والأكثر استثمارا في الخارج، وبالتالي أيضا في ستابيليتي وكل شيء، لكن حجم الدين الياباني الداخلي هو الأعلى في العالم، لكن الدين هو داخلي بقوة، نتكلم كنا عن 250%. هذه كانت تقريبا الهجوم كان على الين والفرانك بوقت الملاذ. هنا أصل إلى نهاية البرنامج، بس بدي أذكر بالموقع الإلكتروني للقناة cmcarabia.com توجدوا أيضا فيديوهات البرنامج الأرشيف تبعه. عنواني على تويتر jo_hawawan، أيضا بشرفني متابعتكم، وبتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم. تناولنا نوع من يعني التنويع لعدة مواضيع. شكرا لكم، وتحيات أيضا المخرج ربيع تركي وإياد على الصوت.